خنتك لكن خنتيني يا حبيبي. بس يا بابا احنا عندنا مصيبه في حياتنا. بتعمل ايه؟ يلا 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 تعال تعال. انا شوشو مش عارف اقول لك ايه على اللفته الانسانيه الكريمه دي. لفته ايه وانسانيه ايه؟ انا زهقت منك انت ومراتك، الهبل اللي انتوا بتعملوه ده. وبعدين الولاد جننوني، لا عارفه اطبخ ولا اعمل اي حاجه. اتفضل. روحي يا كوكي يلا سلمي على اكرم، قدامنا 5 دقايق قبل ما نمشي. انتي وحشتيني يا روح بابي. يا حبيبتي بابي وحشتيني. يا حبيبتي ما كنتش فاكره ان انا اشوفك تاني يا روح بابي. عملتي ليه طيب ده؟ كوكي حبيبتي لسه مش طايقه يا اخوكي حبيبك اخو عيالك؟ لسه مستحيل كوكي تسامح اكرم على اللي عمله فيها ابدا. انا عملت ايه يا ماما؟ انا عملت ايه؟ ايه يا ابني الصوت ده؟ خلاص بقى المسامح كريم بقى. كريم؟ كريم ماما واكرم بيعيط ليه؟ اكرم بيعيط يا حبيبتي عشان هو زعل مامته حبيبته قوي يعني. بس هي عارفه ان هو يعني مش غلطان ولا حاجه، وهو مستحيل يعمل كده ومش بتاع الحاجات دي اصلا. يلا اكرم يا حبيبي بوس دماغها يلا. وانت يا كوكي يلا بوسيمو خدوده. خدوده مين؟ يا اكرم ضحكتك وحشتني قوي قوي قوي. انت فكرك يعني يا كوكي ان انا اسامحه بالسرعه دي؟ ده بعينه ولا هيلمسني اصلا. عيطي عيطي يا حبيبتي الدموع بتريح. اه عيني يا وسيم هتعورني. انا اسف يا اسراء معلش. صدقيني يا حبه ما تقولش حاجه يا قلبه، انا اصلا مسامحاك من قلبي من زمان. ربنا يخليكي ليا يا ايسو. ويخليك ليا يا ايسو. توحشتني قوي. توحشتني قوي. يلا نرجع بيتنا. قولي لماما. يلا نرجع بيتنا يا ماما. قولي لبابا. يلا نرجع بيتنا. قولي لماما. وردتي منجتي اللي في وشك ده من الحر برضه؟ لا يا تيتا ده بابا كعبل وهو طالع السلم. والمصحف فخور بيك. ايه اللي في ايدك ده؟ دول جوز حمام لقيتهم في بلكونه الجيران، قلت اخدهم اعمل عليهم ملوخيه. انت عارف الجوز بكام بره؟ ملوخيه ايه؟ دول ميتين، هتاكلينا ميته يا حماتي؟ لا يا حبيبي هم بيرفرفوا ماما زي الفل. يلا يا كريم خد الشنطه من بابا وخش غير على. لا لا الا الشنطه دي انا هدخلها. يا ويسو هتمشي من غير ما تبارك لي؟ يبارك لك على ايه يا مازو؟ لا لا دي حكايه طويله بقى، عايزه يجي 300,000 يوم عشان احكيها لك. بس والنبي يا ايسو ما تسيبيش ويسو بعد كده، ده احسن واضح انه بيدوخ خالص من غيرك. يلا يا حبه على عشنا. يلا يا قلبه على حبنا. مش معنى بس حلو عشان طالعه منك يا قمر. بعد اذنكم وسعوا كده؟ وسعوا؟ الشنطة يا حيوان! أخش أنا على المطبخ بقى أعمل الملوخية. يلا يا كيمو على أمنا؟ يلا. إيه يا ماز؟ أفتح لك الشباك تنط؟ الشباك تنط؟ أنط ليه؟ عشان الباراشوت اللي أنت لابسها دي. إيه ده؟ بتهزري ولا إيه؟ دي الشنطة بتاعت كريم. ما انا عارفه انها شنطه كريم. بتعمل ايه على ظهرك يا مازو؟ ما انا جيت احطها في اوضه كريم ما لقيتش مكان في الاوضه فقلت اجيبها معانا هنا. ساذجه قوي. ها مش مقنعه. هوديها له. لا حول ولا قوه الا بالله. ده شكله تعدى مني الراجل ده ولا ايه؟ Thank you.